مع انه انا مستغرب قسيس علي، يعني انا لما بتكلم مع اخوتي واحباء المسلمين، يعني الم يقل القران ان كنت في شك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ فاكيد انت يعني عم تقرا الكتاب المقدس واجيت ليسوع المسيح، هل هذا سبب لك نوع من المواجهة أو الاضطهاد بسبب إيمانك في يسوع المسيح؟ في الحقيقة بشكر ربنا أن أنا ما حصلش لي أي اضطهاد ولا أي أشياء شريرة لي لحد الآن، يعني ما حدش يضمن. ربنا يحميك. لكن أنا كنت بدعو أهلي جميعا لقبول الرب يسوع المسيح، لكن بابا ما رضيش يقبل المسيح، وقبل ما يموت بأسبوع أنا كلمته، وبعدين هو قال لي أنا شايف الفيديوهات اللي أنت بتنزلها والحاجات اللي بتعملها ودي حاجات عبط، بيقول لي إن دي حاجات عبط، يعني عبط يعني عليها. سخافة يعني قصدك؟ أيوة سخافة، يعني شيء مش المفروض إن أنا أعمله، يعني شيء مش المفروض إن أنا أعمله. وده بصراحة أنا قلت له بابا أنا يعني لازم أكلمك، دي ما يعني دي دعوة من ربنا ليك إن أنت تيجي للمسيح. جايز ربنا خلانا أتغرب كل السنين دي وألف في البلاد بتاعت العالم وأتكلم أكتر من لغة لمجرد إن هو يقبلني، علشان خاطر أنا أجيكم أنتوا معايا. لكن هل بابا يقبل؟ لا، بابا بقى راكبه دماغه إن هو من الأشراف، وراكبه دماغه إن هو كبير العيلة وفي البلد بيعملوا المولد لجدي كل سنة، ويعني متمسك بموضوع العيلة بتاعة الأشراف دي وهو كبيرهم، ومسألة كده يعني مش عارف وصفهالكوا إزاي. لكن أنا قلت له أنا هفضل أكلمك، لكن هو بعد كده توفى، وربنا يكون كلمه هو في ودانه وهو بيتوفى، وجايز يكون ابن المسيح، محدش يعرف محدش يعرف، ربنا بس هو اللي يعرف. لكن بالنسبة لوالدتي قبلت، بالنسبة لإخواتي، إخواتي في البداية قبلوا وبدأوا يشتروا الكتاب المقدس وبدأوا يقروا فيه، وبعدين حصلت مشكلة فأزواجهم عرفوا وراحوا البابا وهيعملوا مشكلة وعايزين يطلقوهم وكلام من ده، فبابا قال لهم بقى بقول لكم إيه، اعملوا الشنط وأنا هاخدكم نعمل عمرة كلنا، وقام دافع تذاكر لكلهم، راجل ومراته، راجل ومراته، وخدهم معاه على السعودية وعملوا إيه؟ عملوا عمرة. ولما رجعوا من العمرة بابا قال لهم أنا مش عايز أسمع الكلام ده تاني، وانتهت على كده بالنسبة ليهم. أنا بصلي ربنا إن هو يسمعني ويرسل الروح القدس لتغيير الشعب دوت زي ما غيرني. يعني هو ربنا اصطفاني ليه من بقية البشر؟ ربنا اختارني ليه وبيختار ناس كتير زي ليه؟ وفي ناس كتير عايشين على الأرض ما عندهمش النعمة بتاعة ربنا. الناس لسه بيفكروا ان الحياة الدنيا هي انك انت تبني عمارات وتشتري سيارات وتفتح مزارع وتحمل أراضي وحاجات كتير، دنيا مليانة بأشياء والناس متغيبين والشيطان قافل عينيهم وقافل قلوبهم. ويا رب أنا بصلي إن الناس دي تفتح قلوبهم ليك يا رب. أنا وأنا في إيطاليا لما البابا يوحنا بولس الثاني انتخبوه علشان يبقى هو البابا الجديد، فالبابا يوحنا طلع في البلكونة وبيقول افتحوا الباب
افتحوا الباب، بس موضحي موضوع افتحوا الباب ده ايه. فانا بصراحه كنت بسخر منه. ايه تعرف الكلمه طلع يقولها في البلكونه افتحوا الباب. فالمهم لما انا اتعرفت على ربنا وخلصنا يسوع المسيح وعرفت كلمه افتحوا الباب دي ايه، لما الرب يسوع المسيح بيقول انا واقف على الباب واقرع على الباب، لو فتحت الباب خش واتعشى ايه واتعشى معك. فالرب يسوع المسيح واقف ومستنينا احنا نفتح الباب. المفتاح معانا احنا عشان نفتح الباب. لو ما فتحتش الباب للمسيح مش هتشوف الحياه الابديه. افتح باب قلبك للمسيح، خلي المسيح يدخل جواك. الرب يسوع كمان يعني. الرب يسوع قال انا هو الباب، ان دخل بي ان دخل بي احد فيخلص، وفعلا ولا يخرج أبداً. الباب مفتوح.